معايا عبر الهاتف الآن بعيدا عن بطولات أفريقيا كابتن الكبير كابتن أشرف خضر المدير الفني المؤقت لنادي الإسماعيلي. كان ضيفنا من كام يوم وتكلمنا عن حال الإسماعيلي في الموسم الجديد إن شاء الله. يا كابتن أشرف مشرف ومنور، دايما بسعى بتواجدك معايا. حبيبي حبيبي كريم، ربنا يخليك حبيبي، ربنا يكرمك. احكي لي عن المهمة في الوقت الحالي وأنت تستعد بالفريق للموسم الجديد، والإسماعيلي أمال كثيرة عند جماهيره أنه يكون شكله أفضل من المواسم اللي فاتت كمان، وإن كان الموسم اللي فات كابتن إيهاب جلال رحمة الله عليه مع جهازه المعاون قدر يعمل شبه إنجاز بإبقاء الإسماعيلي في الدوري. طيب يعني كريم أنا هاخد من كلامك أن الكابتن إيهاب رحمة الله عليه يعني عمل إنجاز وقعد الفريق في الدوري بنجوم، يعني النهارده بتقول إن أنت ناقص عبد الرحمن مجدي وناقص عمر الساعي وناقص محمد دسوقي وناقص محمد مخلوف ومحمد هاشم أعتقد كلهم ومحمد فوزي حارس المرمى، وكان عندك مشاكل. فتخيل بقى دلوقتي والقيد مقفول، المشاكل أكيد هتزيد. احنا مش بنقول الكلام ده الحاجة، احنا بنقول الكلام ده عشان بس احنا محتاجين رسالة لكل جماهيرنا المحترمين ان الموسم ده صعب جدا جدا ومحتاج وقوف الناس ومش محتاج مهاجمة ومش محتاج تجريح ومحتاج الناس. مين يا كابتن اشرف بيهاجم ومين بيجرح دلوقتي؟ هقول لك كريم، لان انا بصراحة ربنا عندي انا واحد من ولاد النادي اللي كلهم لما بيطلب منهم اي حاجه بيقبلوا وما بيتكلموش وما فيش حد بيبقى عارف يعني احنا كنا بنبقى شغالين فين ونسيبه وبتاع، لان نادينا ده خيره علينا وشفنا منه احسن حاجه. يعني انا بتكلم دلوقتي مجلس الاداره، الناس بكل احترام طلبوا مني ان انا مدرب مؤقت، الناس قالوا لي كده كلام واضح وصريح لغايه لما يجيبوا مدرب. واشتغلنا وبفضل الله اللعيبه طبعا محبطه جدا بسبب يعني اخونا وحبيبنا الله يرحمه ايهاب جلال، وقدرنا يعني شويه كلنا مع بعض بنحاول نخرج وبتاع، والناس شغاله بقى لنا 4 ايام بفضل الله يعني شغالين كويس جدا جدا. يا كابتن اشرف كابتن اشرف مين مضايقك؟ انا مضايقني بصراحه ربنا كريم بعض الناس اللي هم كانوا دايما بيعملوا مشاكل للنادي، بيطلبوا لعيبه معينه وبيطلبوا مدربين معينين مش لمصلحه القصه عندهم ان هم يعني عايزين يخبطوا في اولاد النادي على المال على بطال. رغم ان زي ما انا كنت عندك لسه من فتره وحكيت لك وقلت لك احنا نتائجنا عامله ازاي بالارقام. نتائجنا كلها بفضل الله محترمه وعملنا نتائج كويسه جدا جدا، لكن زي ما بقول هم مجموعه مش جمهور النادي الاسماعيلي، جمهور النادي الاسماعيلي معروف ومساند وبيقف جنبنا ودايما بيعرف الحقيقه، لكن لما تيجي تلاقي يعني عشان اسم معين مجموعه عايزاها ممكن ما تبقاش اسماعيليه كمان يعني للاسف الكبير يعني، وعاملين جروب ولا حاجه ويقعدوا يخشوا ويجرحوا في الناس. احنا قلنا عايزين نخلص من الكلام ده، حضرتك ممكن تقول رايك زي ما انت عايز. طب كابتن اشرف معلش انا عايز استوضح وافهم من حضرتك، ناس معترضه على وجود الكابتن اشرف خضر وناس عايزه انه حد تاني يبقى في المكان ده دلوقتي، هو ده اللي انا فاهمه صح ولا انا فاهمه غلط؟ هو طبعا اللي انت فاهم، هم معترضين خلي بالك والله يا كريم مش على اشرف خضر بس، هم معترضين على اي حد في مجموعه كده، هم عايزين هم يتدخلوا، انت عارف انت يعني هنجيب فلان ولو جابوا لهم فلان هيقولوا لهم لا نجيب فلان، زي ما حصل والمشاكل اللي فيها النادي دي كلها ما كانت بسبب الكلام ده. فيعني مشكله كبيره، انا بيني وبينك الواحد بيزعل، لكن احنا نادينا كبير واحنا اتعودنا على كده، ولاد النادي الاسماعيلي مش اشرف، كل ولاد النادي الاسماعيلي بتطلب منهم اي حاجه، وانا قلت ودي حقيقه الناس طلبوا مني بصفه مؤقته ان انا اشتغل. انا اشتغلت قبل كده يا كريم بعد الكابتن عماد المدرب المحترم ومسكت النادي 13 ماتش النادي الاسماعيلي قدم احسن كوره بلعيبه كانت ساعتها ما عنديش احسن حاجه، فبنتكلم يعني مش بنقول انا مش طمعان في حاجه والله بالعكس ده انا لا. ما هو كابتن اشرف ما هو ده سؤالي ليك، يعني مشكورا طبعا حبك للنادي الاسماعيلي يخليك تقبل مهمه مؤقته زي دي، مشكورا طبعا جميل الاسماعيلي اكيد تقدر ده ليك جدا، بس هو ايه اللي ناقص كابتن اشرف خضر انه يبقى مدير فني دائم للنادي الاسماعيلي مثلا؟ يعني
لا هو الحمد لله رب العالمين احنا اشتغلنا كتير وربنا كرمنا ومعروف الحمد لله، يعني كل واحد معروف شغله ايه وكده، وفي ناس في اسماعيليه لا كتير جدا وبتدعم. انا بكلم يا كريم انا عشان برضه اوصل لك الصوره يعني سليمه، يعني لا في ناس في اسماعيليه بتدعم بشكل كبير، مش ان اصرف، هم عارفين ان خلاص في اتفاق النادي الاسماعيلي. النادي الاسماعيلي ظروفه صعبه كريم، النادي الاسماعيلي محتاج، ايوه محتاج يتعمل له احسن حاجه في كل حاجه، والناس بتجري عشان تعمل كده. فاحنا اللي انا بتكلم عليه ان حتى لاعبتنا بتقعد تسمع حاجات وبتاع وكده، محتاجين ان هم يحسوا بالاستقرار ومحتاجين ان هم يتوقف جنبهم. احنا لسه طالعين من مصيبه، الناس ما بتتعلمش، الناس عايزه تهيني الناس وخلاص. ما حصل لنا مشاكل، يعني اسهل حاجه ان واحد يروح عامل بص ولا مش عارف ايه، اصل الكابتن الفلاني، اجيب المدرب الفلاني. انتوا عايزين مليون مدرب وعايزين مليون لعيب، ففي ناس مش عاجبها حاجه. انا معلش انا بتكلم لان يعني في الوقت اللي انا اول فيه اول مره احس انك بتتكلم بغضب وزعل، يعني دايما انت هادي يا كابتن اشرف، بس انت المره دي واضح انك زعلان قوي. لا كريم انا اتحملت كتير وفي حاجات كتيره عديناها وفي حاجات بنسكت عليها، لكن لا، لما تبقى عارف ان اقسم بالله لو جماهير النادي ده رايهم على دماغنا من فوق، لكن يجي لك واحد معروف في كده حاجات بتبقى معروفه دول بيعملوا الايه، واسماعيليه كلها عارفه الكلام ده، وبعدين للاسف طول عمرنا بنسكت لان احنا الناس محترمين ما تحبش تتكلم في الكلام ده. لكن لا، النادي بتاعنا بيقع، النادي بتاعنا عنده مشكله، ومش هم دول اللي كانوا في ناس بتوع تنادي وايام المهندس الحكومي فلان الفلاني وجابوا اللعيبه جت في الطريق دوت يا كريم، اللعيبه جت واحنا كنا في لجنه ساعتها واللعيبه كانت بتيجي بسبب الضغوط من بعض الصفحات وبتاع مش عارف ايه. في صفحات مسانده بتحب النادي واقفه مع النادي لان ظروف النادي صعبه، مش عايزين يفهموا كده. النادي دلوقتي عايز مسانده وعايز الناس تقف جنب الفرقه وتقف جنب اللعيبه. احنا عندنا مشكله بجد، عندنا ازمه قيد، عندنا واحد مدرب مستقر، مدرب محترم من احسن المدربين في مصر توفاه الله، كل الازمات دي كلها والناس مش عايزه تتقي ربنا ومش عايزه تتعلم. فمعلش انا اسف، انا طبعا يمكن فعلا اول مره في حياتي ابقى منفعل كده، بس انا عشان زعلان بجد يعني. ربنا معاك كابتن اشرف. اخر حاجه، لو الاسماعيلي او اداره الاسماعيلي قررت تجيب مدير فني اجنبي تقبل العمل مع مدير فني اجنبي ام لا تقبل؟ يا كريم ليك انت، انا بقول لك انا قلت للناس انا بره كل الكلام دوت قسما بالله ابو نادي النادي كتير وبتاع كده، انا شغال الفتره دي لان انا بحترم النادي بتاعي وبحترم المسؤولين وبقدرهم ان هم حطوا يعني الثقه دي، والحمد لله. انا بقول لك اقسم بالله العلي العظيم احنا بقالنا 4 ايام مش عايز اقول لك، بفضل الله شكل الفرقه وقلنا هنسلمها للمدير الفني اللي الاداره تختاره بفضل الله في احسن صوره ان شاء الله، هو ده اللي هيحصل ان شاء الله. ان شاء الله. في صوره كانت حلوه النهارده قوي في مران نادي الاسماعيلي، وصورة الكابتن إيهاب جلال تتزين على تيشيرتات لاعبي النادي الإسماعيلي، لحظة وفاء رائعة جدا. الصورة أمام الشاشة الآن يا كابتن أشرف. إيهاب جلال كريم، أنا حكيت لك وقلت لك إيهاب ده راجل يعني ما يتنسيش بجد، واللي كان بيعمله مع اللعيبة واللعيبة بتقعد تحكي فيه ما ينفعش تنساه، فربنا يعني يرحمه رحمة واسعة. إحنا فاكرينه وإحنا خدنا نعمل دوافع للاعبتنا ان هو ان شاء الله هيبقى مبسوط لو لقاهم بيعملوا احسن حاجه، لان هو كان بيتمنى ان النادي يبقى في احسن صوره يعني باذن الله. كابتن الكبير كابتن اشرف خضر المدير الفني المؤقت للنادي الاسماعيلي، بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخله.